عندك كام سنة؟ 38. وكبرتي؟ ناس كثيرة يعني كبرتي؟ يعني أمال زوجة سيدك إبراهيم يا ستي كان عندها أمل وعندها كام سنة وهي ناهزت 80 من عمرها، وسيدنا إبراهيم يقول لها خلاص بقى، تقول له لا، إن لي بابا مع الله لا يغلق، وإني لأعلم أن الله لن يرد خاطري إلا مجبورا. فيقولها خد بالك، يقولها الملائكة مش بشروه واحد، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجاب، قالوا أتعجبين من أمر الله، ربي إذا أعطى صحيح يعطي ويرضي، ربنا يعطيك يرضيك ويمن عليك بحق هذه الساعة المباركة بذرية من الذكور والإناث إن شاء رب العالمين.